بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن المحاضره الثالثه من محاضرات المشاريع العمليه الخاصه بالبوت ستراب، وهنكمل ان شاء الله ازاي نعمل النفق. اول حاجه، لو انا جيت على سطح المكتب هنا ورحت عملت كليك يمين وعملت جديد مثلا على سبيل المثال، وقلت ان انا هعمل مجلد جديد، تمام كده هسمي المجلد بتاعي دوت ام جي اس برو لاب، ام جي اس بالانجليزي، ام جي اس برو لاب، تمام كده تمام. وبعد كده اضغط انتر. فاكرين المره اللي فاتت اخر مره احنا عملنا بوت ستراب تمبليت، تمام كده، وكان في ثلاث ملفات او ملف ومجلدين، كان في سي اس اس وكان جواه ستايل شيت مخصص ستايل دوت سي اس اس، وكان في الايمج فولدر وكان في الاندكس اي فولدر. اروح واخد دول كنترول سي وهرميهم في المجلد بتاعنا اللي انا عاوز اعمله بالشكل اللي انا عاوزه المره الجايه ان شاء الله، اللي هو الام جي اس لاب، واعمله لصق. يبقى كده انا خدت البوت ستراب تمبليت، تمام كده، وحطيته عندي في الام جي اس برو لاب اللي هو الموقع اللي انا عاوزه. طيب قبل ما نبدا في الدنيا، عشان بقى يعني عارفين احنا هنمشي ازاي الفتره اللي جايه دي ان شاء الله، هنبتدي الشغل بتاعنا كالاتي. هفتح طبعا مايكروسوفت وايت بورد، وهجيب الوايت بورد اللي احنا كنا شغالين عليها دي، الموقع او الويب سايت اللي احنا عاوزين نبتدي نشتغل عليه. الويب سايت بتاعنا كنا احنا هنسميه او كنا عاوزين نعمل لاندنج بيج، موقع تواصل اجتماعي، تمام كده. وكان اول حاجه فوق اللي هي ديت كنا عاوزين نعمل حاجه اسمها الناف بار، والناف بار ده هياخد عرض الصفحه كلها، تمام كده، لكن الشغل الناف نفسه هيكون فين؟ في الوسط، تمام. يبقى احنا دلوقتي اللي هنعمله الحصه دي ان شاء الله او الحلقه دي النهارده باذن الله هنعمل الناف بار. هرجع تاني لدريم ويفر وهبتدي اعمل نيو سايت فايل سايت، واختار نيو سايت، ومن جوه السايت هعمل ام جي اس برو لاب، ام جي اس برو لاب ده اسم السايت اللي هيبقى عندي في دريم ويفر، والمجلد بتاعه هيكون على سطح المكتب اللي احنا عملناه من شويه دوت، ادي ديسك توب اهو، تمام. وهختار الام جي اس برو لاب اللي هو الموقع نفسه او الفلتر نفسه، تمام كده. وهقول له لو انت عاوز في الادفانس، طبعا ما عنديش حاجه ديناميك، بس هخش في الادفانس هنا وافتح الايمج فولدر، بس ان هو ده الفولدر بتاع الايمج، واقول له ايه سيف. هيبتدي ينزل لي طبعا المجلد بالحاجات اللي جواه، ادي السي اس اس، تمام كده، وادي الستايل شيت، وادي الاندكس ايه الاندكس فايل اللي عملته المره اللي فاتت على اساس ان هو بوت ستراب تمبليت زي ما انا عملته المره اللي فاتت، تمام كده تمام. طبعا هنا كل حاجه فاضيه ما فيش اي حاجه. هنيجي اول حاجه طبعا بدل كلمه قالب بوت ستراب هنقول ام جي اس برو لاب بالعربي، ام جي اس برو لاب، تمام كده. وادي كنترول اس واف 12 ملف مفتوح عشان نشوف شكله عامل ازاي، وادي هتلاحظ هنا كلمه ام جي اس برو لاب بالشكل ايه بالشكل، تمام كده تمام. يبقى احنا كده شغالين زي الفل. تعال نخش بعد كده نكمل هنعمل ايه. طبعا الكود بتاعنا هيبتدي فين؟ في الحته ديت في البادي، واحنا مظبطين كل حاجه، معانا البوت ستراب ومعانا الفونت ايتم اللي هو بتاع الايقونات، ومعانا الجافا سكريبت، ومعانا حاجه كتير قوي. تعال نكمل الفكره دلوقتي، احنا عاوزين نعمل ناف بار، وعشان نعمل ناف بار بنستخدم الناف مارك اب ناف، وجوه الناف ده هبتدي اعمل كلاس، والكلاس ديت هتكون ناف بار، ناف داش بار، ناف بار، تمام كده، وهيكون لها ناف بار اكسباند داش اس ام. طبعا ناف بار يعني هو هيعرف ان ده هيبقى عباره عن ايه، ناف بار، تمام كده. الكلاس اللي انا عاوز اعملها بتاعتنا هتكون عباره عن ناف بار اكسباند اس ام، ناف بار داش بار داش اكسباند. هنا يا جماعه الكلاس دي بدون شرط ناف بار على طول، انا كمان دي بدون شرط انا بفرع على طول عشان كده مكانش الفرع بتاعي. ناف بار اكسباند اكسباند هتبقى اس ام، ايوه دي معناها انا بقول له ايه، خلي الناف بار دوت يبقى ريسبونسيف، لو ما صغر الصفحه هيبتدي يخفي حاجات معينه ويبقى ايه ريسبونسيف، ويظهر لك الزرار بتاع الاكسباند، تمام كده تمام. تعالى نعمل بعد كده في حاجه اسمها الباك جراوند بي جي دارك، ده هيكون الستايل بتاعنا، الخلفيه بتاعته تكون خلفيه غامقه، وهيبقى ناف بار نيفر برضه دارك برضه دارك، اوكي. وهيبقى كمان فيكسد توب، هيبقى فيكسد ايه؟ فيكسد
اكسيت ده يشتغل. دي معناها ايه؟ ان هو هيبتدي يعني الناف بار ده يبقى فوق لازق في الصفحه، والكونتنت بتاع الصفحه ممكن تعدي من تحته، يعني هو هيفضل ظاهر معاك على طول بشكل مستمر. دي الناف. تمام. تعال نخش بعد كده نعمل حاجه اسمها الكونتينر. والكونتينر ده هيعني ان الصفحه بتاعتنا او الحاجه بتاعتنا هتبقى ظاهره فين؟ في الوسط، اللي هو الناف بار نفسه هيبقى ظاهر فين؟ في الوسط بالظبط. يبقى هنعمل ديف، والديف ده هيكون ليه كلاس، والكلاس ديت هتكون كونتينر. تمام. وهقفل الديف بتاعي. ودي معناها يا جماعه ان احنا دلوقتي الناف بار نفسه هيكون فين؟ في الوسط، في وسط ايه؟ الصفحه. تمام. تعال نخش بعد كده نبتدي نعمل البراند. البراند بتاعنا هيكون عباره عن href انكور يعني، وليه href، والhref بتاعتنا هتكون رايحه للاندكس دوت اتش ام ال، لان البراند دايما بيشير على الصفحه الرئيسيه فين؟ في الموقع. تمام كده. وبعد كده هيبقى ليها كلاس ناف بار براند، كلاس نافبار ناف بار ناف داشبار نافبار على بعضيها براند. اوكي تمام. اروح اقفل كده بالشكل دوت الانكور، هكتب في ام جي اس برو لاب، ام جي اس برو لاب، كنترول اس، وتعالى نشوف اف 12 من المفتاح اللي حصل لحد دلوقتي. اصبح عندي دلوقتي الشريط اللي هو بتاع الناف بار. تمام كده. وهنا البراند بتاعتي، والبراند بتشاور على الصفحه اللي هي الاندكس ايه؟ اندكس دوت اتش تي ام ال. طيب هنبتدي نخش جوه نعمل بوتن. البوتن دوت هيبقى بيديك ثلاث شروط في حاله لو الصفحه نفسها اتصغرت بالشكل ايه؟ بالشكل ده. يعني الصفحه لما تيجي تتصغر هيديك هنا ايه؟ يعني زي زرار فيه ثلاث شروط. تعال نشوف هتتعمل ازاي. هنرجع مره ثانيه، وتحت الانكور نفسه جوه الديف هنعمل بوتن. البوتن هنعمل بوتن، والبوتن ده يا جماعه هيكون ليه كلاس ناف بار توجلر، كلاس ناف بار ناف بار بار داش توجلر بهذا الشكل. تمام كده. وهيكون ليه داتا توجل كولابس داتا داش توجل توجل اظن جي جي توجل. تمام كده. وهتكون كولابس تساوي كولابس. اوكي. وبعد كده هيكون عندي كمان الداتا تارجت هتكون رايحه على اي دي معين، على اساس لو انت ضغطت على الزرار ده يبتدي يظهر لك الحاجه اللي جوه الاي دي. الداتا داتا داتا داش تارجت تارجت اوكي هتساوي، واروح حاطط الهاش داتا تارجت هتساوي هاش ناف بار ناف بار ده اي دي عادي انت ممكن تسميه باي اسم كولابس كولابس بهذا الشكل. اوكي طيب. وهيكون جوه البوتن ده في السبان اللي هتظهر فيه الايقونه اللي هي فيها ثلاث شروط. يبقى هنعمل سبان سبان، والسبان ديت هتكون ليها كلاس كلاس، والكلاس دوت هيكون نيف بار نيف بار نيف بار. تمام كده. ونيف بار توجل ايكون نيف بار داش توجل توجل ايكون اهي توجلر ايكون ناف بار داش توجلر ايكون دي هدي. تمام كده. وبعد كده هقفل ايه؟ هقفل السبان هقفل السبان هقفل السبان. تمام كده. تعالى من كنترول اس وتعالى نشوف اللي هيحصل. اف 12 لو ضغطت كده بالشكل دوت هبص كده يا جماعه، ادي البراند بتاعي ام جي اس برو، وادي عباره عن التوجلر اللي هو البوتن اللي بيظهر لما الحجم بتاع الصفحه بيوصل لوضع معين. تمام كده. المفروض هنا بيبقى في قائمه ان هي مثلا تبقى في الحته ديت مثلا كده، لما الحجم بتاع الصفحه بيوصل لحاجه يعني اس ام فما اقل اللي هو السمول سايز يعني، بيبتدي يديني التوجلر بالشكل ده كده. كويس. تمام كده. طيب هنيجي بعد كده بعد البوتن دوت هنبتدي نعمل القائمه نفسها اللي هتحصل لها ايه؟ كولابسنج في حاله لو الحجم بتاع الصفحه صغر عن الاول. هنبتدي نعمل ديب، والديف دوت هياخد كلاس
والكلاس ديت هتكون كولابس نيف بار كولابس كولابس نيف بار كولابس بار داش كولابس بهذا الشكل. تمام كده تمام تمام وهندي لها كمان اي دي نيف بار كولابس اي دي اللي هو الاي دي ده نيف بار كولابس كنترول كنترول اوكي اوكي. طب هنقفل الديف دلوقتي وجوه الديف بتاعنا دوت هنبتدي نعمل القائمه نفسها اللي هي الاوردرد ليست الاوردرد ليست اوكي. والاوردرد ليست ده هيبقى ليها كلاس والكلاس ديت هتبقى نيف بار داش نيف نيف بار داش نيف داش نيف اوكي نيف بار داش نيف. وهيبقى ليها كلاس تانية هتتحكم في الفلوت بتاعتها. المفروض لو احنا هنجيبها شمال هتبقى ام ال اللي هو مارجن ليفت اوتو ام ال داش اوتو. تمام كده وبعد كده هنشوف اذا مشيت مشيت ما كانش كده يبقى هنشوف الام ار يعني ظبطت معانا تظبط ما ظبطتش معانا هنشوف الام ار. تمام كده تعال نشوف ال اي الاي اللي هو ليست ايتم وهياخد كلاس الكلاس بتاعتنا هتكون نيف ايتم نيف داش ايتم اهي تمام. وبعد كده جوه الاي دوت هيبقى في عندي الاي اللي هو الانكور تمام كده والانكور ده هيبقى ليه اتشرف تمام كده والاتشرف ديت هتبقى على حاجه زي سكشن كده اللي احنا بعدين هي مثلا هوم هيد هيد سكشن اوكي اوكي. يبقى دلوقتي عندي ريفرنس لمكان معين باي دي معين تمام تمام. وبعد كده نديله كلاس والكلاس ديت هتبقى نيف لينك نيف داش لينك داش لينك بهذا الشكل اوكي اوكي. وهنقفل هنا ونكتب الحاجه اللي احنا عاوزينها اللي هي الراي سي تمام تمام. طيب لو انا شلت اللي هي الام ال اوتو ديت اللي هي مارجن ليفت اوتو بالشكل ده ضغطت كنترول اس وجيت هنا كنترول اس مرة تانية في 12 هتلاقي برضه جالي الناحية ديت. طيب لو انا جيت وخدت ام ار اوتو اهي هتوكي جه في الناحيه دي بالظبط. تمام كده ده اللي انا عاوزه. يبقى هنا المارجن هيبقى رايت مش ليفت ماشي كده. يبقى عندي هنا البراند في الناحيه ديت وديت هتبقى الناحيه الثانيه. يبقى عندي مارجن رايت اوتو مش مارجن ليفت. تمام كده يبقى هنا عند الرئيسيه ده اول لينك. وبعد كده هناخد دول كنترول سي وهنعمل هنا كنترول في وهيبقى عندي التاني بس هنا هتبقى بدل الهوم هتبقى بدل الهوم هتبقى اكسبلور اللي هو استكشف اكسبلور استكشف. وانا هكتب اللون الرئيسي بتاعك ايه استكشف استكشف اوكي. تمام كده تمام. هناخد برضه نفس اللينك دوت كنترول سي نحطه هنا كنترول في وهيبقى عندي النف بار بتاعي دوت اللي بدل ما هو اكسبلور بعد كده هيبقى عندي كرييت كرييت سوري كرييت تمام كده كرييت سكشن وهيبقى هنا دي مثلا ابدا واصنع ابدا واصنع مثلا بالشكل دوت. تمام كده هناخد برضو لينك تاني كنترول سي نحطه هنا كنترول وفي تمام كده ال اي كلاس ناف ايتم تمام. وهنا بدل كرييت هتبقى عندي بعد كده شير شير بالانجليزي شير اوكي. وهنا اقول شارك
يعني اول شركه معلومه مثلا تشارك شركة بتاعك اوكي شارك ابداع كنترول اس شارك ابداع تعالى كده كنترول اس واف 12 من تحت المفاتيح كده عندي الناف بار. الناف بار يا جماعه شايفين ده البراند بتاعي تمام كده وهنا القايمه تمام الرئيسيه استكشف ابدع واصنع شارك ايه شارك ابداعك تمام كده ولو انا صغرت شويه بهذا الشكل هتبص القايمه لما توصل لحد معين هتختفي تمام كده ويظهر معاها الكولابس اللي هو ايه بالشكل ايه بالشكل دوت الكولابس اللي هو بيه بالشكل دوت بحيث انك تقدر ايه تختار القايمه من المكان بتاعك كده تمام تمام اوكي هتلاحظ برضو ان الحاجه عشان احنا حاطينها في كونتينر جت فين في النص اللي هو مين الناف بار نفسه جه فين في النص تعالى نعمل حاجه تانية هنيجي في الستايل بتاعنا اللي هو ده ستايل شيت اللي هو ده تمام وهنيجي نكتب شويه ستايلات السطر احنا عاوزينها ان احنا عاوزين ندي الباك جراوند لون معين ندي له كولر معين وندي الناف بار بتاعنا بوردر من اسفل تمام كده يبقى نيجي هنا نكتب بادي 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 تمام كده وفي البادي دوت تمام كده هكتب باك جراوند باك جراوند باك جراوند ديت هندي لها هاش 3 3 3 تمام وبعد كده هنبتدي ندي لها كولر بس مش فاكر ايه الكلام الكتير ده مش تبقى شايف كولر والكولر دوت هيكون مثلا اللي هو لون ابيض تقريبا هاش اف 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 لون ابيض تمام كده ده الرول الاولانيه ونيجي في الرول الثانيه هنعمل دوت ناف بار دوت ناف بار تمام وندي لها فول بالشكل ده احنا عاوزين ان احنا نديلها بوردر بوردر البوردر دوت هيكون من البوتوم بوتوم تمام كده وبعد كده هندي له لون معين ولكن لون ازرق كده فاتح شويه 00 8 اي 8 اي تمام كده مع دي 6 دي 6 وبعد كده نخلي البوردر دوت سمكه 3 بكسل 3 بكس وهندي له كمان سوليد اللي هو يكون لون على دي سوليد اوكي وبعد كده هنخفف الاوباسيتي بتاع الناف بار شويه نخليها على 8 من 10 الاوباسيتي نخليها 0.8 من 10 وفصل ايه النقطه دي كنترول واس المفتاح مفتوح وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل هنا بص كده يا جماعه تلاقي الاوباسيتي خفت شويه الخلفيه بقت بالشكل كده غامقه وتعالى نعمل اف 12 من لوحه المفاتيح حتى الباك جراوند بقى اصبح بالشكل كده نجحنا في ان احنا نعمل الناف بار تمام كده ويكون لي بوردر من اسفل بالشكل ايه بالشكل دوت وادي البراند بتاعك وكمان عندك النافز اللي هي العناوين بتاعت النافز او الرابط بتاعت النافز الرئيسيه استكشف ابدع واصنع شارك ايه شارك ابداعك بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده واتمنى تكون استفدنا منها ونكون خلصنا اول جزئيه زي ما احنا عاوزين اللي هي الام جي اس برو اللي هو الناف بار ومعاه الرابط بتاعتك اللي هي من فوق تمام كده المره الجايه ان شاء الله هنحاول ناخد جزء الهوم اللي هو الرئيسيه ديت بالحاجات اللي فيه وننسقه بالتنسيق اللي احنا عاوزينه بحيث ان الخلفيه تبقى مثلا صوره معينه تبقى اوفر لي وتكون عندي كمان الحاجات بموضوعها في المكان اللي احنا عاوزينه. اذا عجبك الفيديو اتمنى لك كومنت لايك شير ليه واذا عجبتك القناه اتمنى سبسكرايب داخل القناه وكلكم شاكرين كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للعلوم والحاسب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.